كانت آخر نص كلمة كتبها أحمد رجب عن الموبايل، حيث قال: 9 سنوات استمر الموبايل في الخدمة حتى أدركته الشيخوخة، واشتروا لي تليفونا مليئا بالأزرار، هذا ذر للقاموس، وهذا ذر للعمليات الحسابية، وهذا ذر لخرط الملوخية، وهذا ذر دورة المياه، وهذا للسيفون، وأعداد لا تنتهي من الأزرار. أما الكلام في التليفون فهو مشكلة المشاكل، الصوت بعيد جدا، من يريد الاتصال بي لابد أن يتوفر عنده صبر أيوب. كتب رجب كلماته تلك في 18 من شهر يوليو الماضي، وبعدها بيومين استأذن من قرائه عن كتابة نص كلمة، نظرا لقيامه بأجازته السنوية قائلا: كل عام وأنتم بخير. وكانت تلك آخر كلماته. رحل عميد الكتابة الساخرة في الصحافة المصرية عن عمر يناهز 86، أمضى كلها في مؤسسة أخبار اليوم، لم يبارحها يوما كان يعمل في أي مؤسسة صحفية أخرى مصرية كانت أو عربية. والغريب أنه رحل بعد رفيق دربه الطويل مصطفى حسين بشهر واحد، ربما لقناعاته التامة بأن فكرته لا يمكن أن تخرج إلا بريشة مصطفى حسين. ولد أحمد رجب في 20 من نوفمبر عام 1928، وأثناء دراسته بكلية الحقوق أصدر مع آخرين مجلة أخبار الجامعة التي كانت سبباً في تعرفه على علي أمين ومصطفى أمين، ليبدأ مشواره الصحفي في مكتب أخبار اليوم بالإسكندرية، ثم ينتقل إلى القاهرة بعد أن اكتشف مصطفى أمين مواهبه المتعددة. اشتهر الراحل أحمد رجب بكتابة عمود مختصر في جريدة أخبار اليوم بعنوان نص كلمة، استطاع من خلالها أن يختصر مواقف وآراء عديدة في كلمات معدودة على مدار أكثر من 30 عاما، كما كان كاريكاتور فكرة بريشة مصطفى حسين قفزة في عالم الكاريكاتور بالصحافة المصرية، اخترع من خلاله شخصيات عدة ارتبطت بأذهان المصريين مثل عبد مشتاق، فلاح كفر الهندوة، مطرب الأخبار، كمبورة، عبد بيه القليط، وكحيت، وغيرها الكثير من الشخصيات، إضافة إلى كاريكاتور الحب هو الذي كان يقدم فيه مضامين عميقة في الحب بصورة هزلية ساخرة. لم يكن يعرف أحد شيئا عن حياة رجب الخاصة، حيث كان متكتما بخصوصها، حتى العاملين في مؤسسة أخبار اليوم لم يكن مسموحا لهم دخول الغرفة رقم 53 بمبنى أخبار اليوم القديم، والتي كان بابها لا يفتح إلا لمصطفى حسين لتبدأ عملية الولادة اليومية لفكرة. كتب رجب الكثير أيضا من الكتب والروايات الساخرة والتي تحول بعضها إلى أعمال تلفزيونية مثل الحب وسنينه، الفهامة، يخرب بيت الحب، ضربة في قلبك، والأغاني للأرجباني، وأي كلام، وصورة مقلوبة، وغيرها الكثير. ربما سيكون أحمد رجب من القليلين في الصحافة المصرية الذي سيفتقد وجوده اليومي قرائه، ولن تكون كتبه الباقية من بعده بكافية لتملأ فراغ غيابه، فمن اعتاد على نص كلمة تلخص له واقع الحال بمنتهى البساطة وبضحكة مهما كان الأمر مؤلما، صعب أن يعتاد اختفاءها. رحم الله أحمد رجب. أنا عملت في مؤسسة أخبار اليوم لمدة 4 سنوات تقريبا، لم أستطع فيها إطلاقا أن أضبط دخول أو خروج أحمد رجب إلى المبنى التاريخي الدائري لأخبار اليوم، لدرجة أنه يعني الواحد بيحاول يستظرف كده تفسيرا لهذا العجز، فأطلقت إشاعة أنه في مطار سري فوق سطح المبنى، وأنه أحمد رجب زي كبار الصحفيين، تحديدا أحمد رجب لأنه يعني غامض، بينزل بطيارة هليكوبتر فوق يروح مكتبه وبعدين يطلع بالطيارة تاخده وتروحه البيت. ما كانش حد يقدر يقابل أستاذنا أحمد رجب الله يرحمه. أحمد رجب من الحاجات اللي اتعلم في دماغ الواحد كده، الكلام نوعان، كلام فارغ وكلام مليان بكلام فارغ. يبكي الرجل عند مولده بلا سبب، وبعد زواجه بيعرف السبب.
ناقشتها، وكما يحدث دائما في كل مناقشة كانت الكلمة الحاسمة الأخيرة هي لي، اللي انت عايزاها حبيبتي، انت عايزاها تمام. محمد فتحي على طول أول ما عرف الخبر كتب، هقول لكم بس أول سطرين من اللي كتبه: مات عمنا أحمد رجب، ماتت آخر ابتسامة في الصحافة المصرية، مات ملك التكثيف وعبقري النص كلمة، مات الكاتب الفذ الكبير الذي أحببته وغضبت منه، أحببته وكرهته، أحببته ولم أقترب منه، أحببته وتمنيت لقاءه لكنه مات. وأنا هغفر لمحمد فتحي بس حكاية ماتت آخر ابتسامة في الصحافة المصرية لأنها مش صحيحة، هو كان تحت ضغط الصدمة كان بيكتب بسرعة، مش صحيحة. اللي خلف ما ماتش، أحمد رجب خلف أجيال من الكتاب اللي حملوا وسيحملون، حملوا أثناء حياة أحمد رجب وسيحملون بعد رحيله الله يرحمه عبء أن تكون الصحافة المصرية فيها ابتسامتها الخاصة على الطريقة المصرية وبالمذاق المصري وبنفس عمق أحمد رجب. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير. إزيك؟ إزاي حضرتك؟ عامل إيه؟ تمام الحمد لله. مش آخر ابتسامة لعلمك؟ ربما تكون آخر ابتسامة في هذا الجيل الرائع من الكتاب الصحفيين المحترمين. أحمد رجب وصف آخر ابتسامة دوت ربما يعني عشان الناس اللي بتفرج علينا تبقى عارفة، لأنك فعلا لا تستطيع الآن أن تحصي 10 كتاب ساخرين موجودين في الصحافة المصرية حاليا، ولا 5 ولا 3 حتى لو يطلق عليهم كتاب ساخرين، لكن بالمعنى الحقيقي للسخرية احنا للأسف الشديد ما عندناش كتاب ساخرين. حتى كتابنا الساخرين الموهوبين، غريب ان يكون ده رأيك وانت نفسك كاتب ساخر، حتى كتابنا الساخرين الموهوبين يا أستاذ محمد امتد إليهم الهم اليومي، السياسة مصت دمهم فأصبحوا منزوع السخرية، منزوع الضحكة. وكان أحمد رجب تقريبا هو الوحيد الذي لم تمتد إليه قاذورات السياسة، تلوثات السياسة. تعرف ده خليني أسألك، قبله عمنا الراحل العظيم عم جلال عامر، انت عارف قبلهم مين كمان؟ العبقري محمد عفيفي. ومحمد عفيفي يعني حالة استثنائية في أخبار اليوم، وحالة استثنائية في الأدب الساخر بأكمله، ومن قبل أحمد رجب أيضا. محمد عفيفي ده أنا طول الوقت عندي تصور كده أنه لو أعماله الرئيسية ترجمت للغة الإنجليزية كان بقى كاتب عالمي بالراحة بامتياز، لا يقل عن أوسكار وايلد، لا يقل عن الكثيرين من الكتاب، عن مارك توين، عن كتاب الساخرين العالميين. أضيف إليهم كمان عمنا محمود السعداني، وعمنا محمود السعداني كان أديب من طراز ثقيل. لكن بما أن النهاردة أنا سأعتبره يعني فرح أحمد رجب وليس جنازة أحمد رجب، لكن أنت لما تتكلم عن العمالقة دول أنت برضو بتتكلم عن أحمد رجب. طبعا، لأن أحمد رجب يعني طوبى لمن يتركون لنا الابتسامات عند رحلهم، وأحمد رجب ترك لنا ابتسامة، وترك لنا ابتسامات عديدة مليئة بالتفكير، التفكير نقدي زي ما حضرتك قلت. وعايز أستعير كلمة الزميل الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأخبار لما كتب في إبريل 2014 إن أكثر ثروة تمتلكها أخبار اليوم وأساس أخبار اليوم هي شخص اسمه أحمد رجب. صحيح. فأحمد رجب كان هذا الشخص الفذ الفيلسوف الاختزال، الرجل الذي يعمل بأول مبدأ تعلمناه في الصحافة المصرية، وأول مبدأ لازم كل صحفي يتعلمه، أن الكلام من ذهب، وأن الكاتب يجب أن يكون قلمه عبارة عن ميزان حساس من موازين الذهب، وإن يجب أن تكتب وأنت تشعر أنك ستدفع ثمن ما تكتبه، حتى لو لم يكن ذلك من طريق عن طريق المواقف فهو أكيد هتدفعوا فلوس. فبالتالي كان أحمد رجب دايما يقول ويستعير كلمة مصطفى أمين ويستعير كلمات أساتذة صحافة في العالم أجمع، إن اكتب وكأنك بتكتب تلغراف، هتدفع ثمن كل كلمة بتكتبه فيه. فأحمد رجب الحقيقة أستاذ محمد يعني الحديث عنه ذو شجون، لكن هذه الشجون لا تخلو من الضحكات والسخريات المتميزة. ده وفاء لأحمد رجب إن أنت تبتسم وأنت بتتكلم عنه، وفاء وإكرام لهذا الرجل العظيم، عشان هي دي طبيعته، عارف، هي دي طبيعه ما تركه خلفه. انا عايز اقول لك الابتسامه العميقه اللي فيها شجن دي، اتفضل. في فتره من الفترات كنا نغضب، وانا كنت واحد من اشد الغاضبين عشان الصومعه اللي كان الاستاذ احمد رجب بيقعد فيها، وما بيستقبلش حد بسهوله، وزي ما حضرتك بتقول كده بينزل بهليكوبتر على المطار السري في اخبار اليوم. ده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان، ان
نحن نغبط يعني الجيل بتاعي يغبط صديقي وزميلي الأستاذ محمد توفيق، لأن هو عمل أهم كتاب عن أحمد رجب اللي هو أحمد رجب ضحكة مصر، وكان المصطلح ده عبقري جدا، هو فعلا كان ضحكة مصر أحمد رجب. ولما راح محمد توفيق عشان يقلب في الأرشيف بتاع أخبار اليوم باحثا عن أي تفاصيل عن حياة أحمد رجب، فملقاش غير ورقة واحدة اللي هي ورقة تعيينه اللي مكتوب فيها اسمه الثلاثي أحمد إبراهيم رجب، مواليد محطة الرمل في اسكندرية. أحمد إبراهيم رجب اللي لما اتولد في اسكندرية لم يكن يتصور أنه هيكون صحفي ولا كاتب ساخر، وكان بيحب الغنى ويحب العزف، وكان بيحلم أنه ينجح في امتحانات الجبر، وهو بيقول عن نفسه انه نجح باعلى درجه في امتحان الجبر في الوقت دوت اللي هي 4 من 20. احمد رجب اللي كان حلمه انه يجيب كمانجا، وهذه الكمانجا دخل بالفعل احد المعاهد الموسيقيه، وكان المدرس بتاعه اسمه جيوفاني، فبعد 3 سنين قال له انت بقالك 3 سنين قاعد وما تعلمتش حاجه، انا انصحك ان انت تمشي من هنا. فخرج احمد رجب ودخل التحق بكليه الحقوق جامعه الاسكندريه عشان يبقى محامي، تخرج تقريبا سنه 51. بس أحمد رجب كمان وهو في قلب الجامعة كان عاشق للصحافة لدرجة أنه عمل جريدة اسمها أخبار الجامعة. أخبار الجامعة دي يا أستاذ محمد وزعت في هذا التوقيت، ودي كانت أكتر حاجة لفتت نظر الناس والصحفيين لموهبة هذا الشاب آنذاك أحمد رجب، كانت بتوزع 7000 نسخة جوه أسوار جامعة اسكندرية، وده كان عدد أكبر من توزيع العديد من الصحف والمجلات، مما جعل واحد زي الأستاذ محسن محمد وكان يزامله في هذه الفترة يقترح إن هو يشتغل في الأخبار، فيلتحق أحمد رجب بمكتب أخبار اليوم في اسكندرية، فيروح بالصدفة البحتة موسى صبري الكاتب الرائع أيضا، يروح في زيارة المكتب اسكندرية، فيلفت نظره ورق مكتوب فيه أخبار عن الجامعة مصاغة بطريقة ممتازة جدا، ومكتوبة زي ما بيوصفها في كتابه 50 عاما في قطار الصحافة، مكتوبة بالحبر البنفسجي بخط رائع جدا، فيسأل مين ده يا جماعة؟ فيقولوا له ده شاب صغير خريج حقوق اسمه أحمد رجب، فيكلم مصطفى وعلي أمين عشان أحمد رجب يروح يشتغل في الأخبار ويبقى أول ما تخليه. والغريب شوف دي الغريب حكاية، يا أستاذ محمد، حكاية اكتشاف النجوم دي مهمة جدا، يعني أنت بتتكلم دلوقتي عن مهارة مفقودة لا في الصحافة ولا في المجتمع المصري عموما، ان انت تروح تنقب كده وتلاقي جوهرة وهو كاتب كبير ولا يفعلها سوى، تلاقي جوهرة كده فتروح تلتقطها وتمهد ليها الطريق تدفعها للأمام، مدهش، ولا يفعلها سوى الموهوبين والمنقبين عن النجوم زي موسى صبري. عايز اقول لك ان احمد رجب لما بدأ الكتابة في الأخبار، وهذا يعني هذه معلومات يمكن ما يعرفهاش ناس كتير، احمد رجب حين بدأ الكتابة في الأخبار كان بيكتب باب عن الجريمة، بيحكي فيه قصص، بيقول هذه قصة جريمة تحولت إلى لغز، أنا ممكن أفسر لك، دعونا نحاول أن نحله، لأنه أنا أول ما دخلت من بوابة أخبار اليوم وقابلت رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أبدأ امتعاضه أن أنا هشتغل في الفن والثقافة، وقال الحوادث، العيال الجديدة إحنا بنوديهم الحوادث عشان يتمرمطوا شوية يتودكوا. الحقيقة دي فلسفة الدار دي، أن أنت ما تروحش على قسم وتفتكر نفسك ان انت زعيم الامه في القسم، انت تروح تتعلم صحافه الاول، وده المطبخ، دي الحته اللي تروح تتعلم فيها صحافه. الحقيقه ان احمد رجب بتعلم الصحافه كويس جدا، وقبل بلاء حسنا في موضوع الجريمه، وبعدين عمل حاجه كان اسمها اخبار الاسبوع. اخبار الاسبوع ديت كان بيقعد يصيغ الاخبار بنفسه ويختصرها، لغايه ما في مره من المرات اكتشف انه لازم يغير في طريقه اخبار الاسبوع، فلازم يكتب قصص، وهذه القصص تكون تستند الى حقيقه. فعمل قصة عن جات له من أحد العاملين في أخبار اليوم عن مقرئ قرآن بتطارده سيدة لأنها تحبه جدا جدا، بقت بتطارده في المآتم اللي بيروحها، وسماها شيخ براندو لأنه كان شبه مارلون براندو، ونشر صورة هذا الشيخ قارئ القرآن عشان لما تتنشر صورة شيخ قارئ القرآن ده يشتهر جدا ويزيد الثمن بتاع يعني سعره في السوق من 30 جنيه ل 300 جنيه، ويتضح ان هذا القارئ اسمه عبد الباسط محمد عبد الصمد. يا إلهي. فيعني كان اكتشاف عبد الباسط عبد الصمد احد اعظم قراء القرآن في العالم اجمع كان على ايد احمد رجب احد اهم كتاب الساخرين برضه في العالم اجمع، ولا نخجل من ان احنا نقول ذلك. بعدها الحكايه دي موجوده في الكتاب اللي حضرتك اشرت اليه، الحكايه دي موجوده في الكتاب اللي اشرت اليه، وموجوده في
شذرات كانت بتكتب عن أحمد رجب في بعض الكتب اللي أصدرها أصدقائه. يعني مثلا على سبيل المثال كتاب أي كلام، وهو كتاب مهم صدر عن أخبار اليوم، الكتاب دوت وكأن أدبنا الكبير الأستاذ جمال الغطاني يعني كان ساعتها هو اللي ماسك قطاع الثقافة في أخبار اليوم، فقال لا ما ينفعش يفوت كتاب هيطلع من عندي لأحمد رجب من غير ما اكتب مقدمة، فكتب المقدمة اللي حضرتك بتتكلم عنها ده ان تظبط الساعة على أحمد رجب الساعة 9 الصبح وهو نازل من العربية بتاعته ويطلع ويقفل على نفسه ويطلع الغرفة رقم 53. وبالمناسبة أحمد رجب كان خريج نفس المدرسة اللي خرجت توفيق الحكيم، بس بيحكي في مرة أحمد رجب بيقول ان انا كان توفيق الحكيم خد حظه وانا خدت حظ حمره. فيعني أحمد رجب كان ساخرا من الجميع، ولو لم يجد من يسخر منهم لسخر من نفسه. أنا هسألك سؤال يوصلنا للمشهد قبل الأخير. إحنا دلوقتي بنتكلم في المشاهد الأولى لأحمد رجب، المشهد قبل الأخير فيه ويمكن يشترك فيه معاه كمان في ده الراحل العظيم كمان مصطفى حسين. كان فيه مواقف سياسية رآها الكثيرون حتى من محبي أحمد رجب ومصطفى حسين مفرطة في، يعني تكلموا ورسم طبعا مصطفى حسين عن السيسي وكأنه هو المنقذ وأنه هو الفارس اللي جاي على حصان، والناس كتير رأوا في ده يعني صورة فيها إفراط كبير ما تعودوهاش من هذا الثنائي ومن أحمد رجب تحديدا. الحقيقة إن الكلام في هذه النقطة الشائكة يدفعنا طبعا للشعور بالرثاء، الرثاء من الناس الكتيرة قوي اللي استغلوا الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه، وبدل من أن يقدموا واجب العزاء في أحمد رجب شمتوا يا أخي، فشمتوا وشتموا يا ساتر باسم الدين يا ساتر، وأحيانا باسم الاختلاف في المواقف السياسية. الحقيقة إن أنا ما عنديش أي مشكلة إن أحمد رجب رحمه الله أو أي كاتب يكتب ما يشاء عن أي شخص، حتى لو كان هذا بقدر كبير من التزلف أو بقدر كبير من المبالغة، لكن أنا عندي مشكلة حقيقية إن الناس أصبحت بتصنف الكتاب وفق آرائها السياسية سواء اتفقت معها أو لا. يعني أحمد رجب بالنسبة لهؤلاء الذين يعارضون السيسي هو شيطان رجيم وأحد الذين يعني يمهدون اللي مش عارف إيه، وأحمد رجب بالنسبة للذين يعشقون قديس السيسي قديس واحد. سوى السؤال هل قيمة أحمد رجب يمكن اختزالها في موقف سياسي أو رأي سياسي واحد؟ هل أحمد رجب عمل نفس العملة الخطيرة اللي عملها الهلباوي المحامي الشهير اللي ترافع عن الجنود الإنجليز في حادثة دنشواي؟ هل هو عمل جرم شديد عشان كتب عن واحد لم يكن سيأخذ منه أي نوع من أنواع المناصب أو المكافآت؟ هو النقطة الأخيرة اللي حضرتك أشرت إليها دي نقطة محسومة في وعي الشعب المصري. هو عارف انه احمد رجب مش بتاع الحاجات دي، عارف احمد رجب يمكن يكون الكلام اللي هو كتبه نختلف عليه في المرحله الاخيره يعني، لكن مساله ان هو يعني يستنفع من وراء الكلمتين دول مستحيل مستحيل، كان استنفع زمان. ومن العيب ان ان يتهم كاتب عمره 86 سنه بالظبط، 86 بالزبط. سنه يعني لن يستقبل، ناقصه ايه؟ ايه المجد اللي ما وصلوش وناقصه وبيتزلف عشان يوصل له؟ بالله صحيح عليك. صحيح صحيح. والحقيقه كمان ان احمد رجب يا استاذ محمد كان من الناس اللي بيحلموا بوطن ليه علاقه كبيره جدا بالكمال. فهو يبدو ان صدمه الاخوان بالنسبه له كانت صدمه كبيره، لانه كان بيظن ان هؤلاء هم الذين يتحدثون في الدين سياتون بالانقاذ السريع بانقاذ رباني، وإذا بي يعني يصدم مثل الجميع تقريبا في الإخوان المسلمين والحكم الإسلامي. لكن أنا هقول لك في السياق ده رأي أحمد رجب في الأسلمة، وانت عارف طبعا انت لا تعرف بذلك، لكن يمكن المشاهدين بس نفكرهم انه مسألة الأسلمة دي ما لهاش علاقة بالأسلام. الأسلمة دي تيار سياسي، عمل سياسي وليه تجليات مختلفة، بعضها عنيف وبعضها المهم. أحمد رجب في نص كلمة شهيرة جدا بيقول إيه؟ ردا على أسئلة: الإسلامي غير المسلم، الإسلامي أرقى، المسلم بيصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر، الإسلامي يراقب المسلم في كل تصرفاته، يكفره وقتما يشاء، يجرجره إلى المحاكم حينما يريد بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وكل هذا بلا أجر وابتغاء لمرضات الله. عايز أفكر الناس إن النص كلمة دي كتبها في الفترة اللي كتب فيها فكرة كاريكاتير، ففوجئ
في عصر الإخوان أنفسهم، ولعل ذلك يعني يبرر العديد من مواقفه من الإخوان. ففوجئ إن هؤلاء الذين يدعون حرية الرأي وحرية التعبير بيجرجروه على المحاكم في وهو في أرذل العمر، وهو ومصطفى حسين، فيلاقي نفسه متهم بازدراء الدين وبازدراء، والمحكمة طبعا برأتهم والبلاغ تم حفظه، وكلنا نعرف هذه الواقعة. لكن أحمد رجب لو بنتكلم عن القيمة بقى الحقيقية اللي قدمها أحمد رجب، فهي في مجالين، في الكتابة الساخرة وفي الكاريكاتور. في الكتابة الساخرة من ساعة ما بدأ يكتب يا أستاذ محمد نص كلمة، وكثيرون لا يعرفوا أن نص كلمة بدأت من عام 1968. من سنة 1968 هذا الرجل الدؤوب في عمله، الماسك في إيده ميزان ذهب، ميزان حساس بيوزن الكلام بيه، بيكتب نص كلمة يوميا من 68 لغاية 2014، لم يتوقف ولا يتوقف سوى في الأجازة السنوية اللي هو بتبقى تقريبا في شهر أغسطس. أظن منع فترة، هو لم يمنع، لكن هو زهق من أسلوب أحد رؤساء مجلس إدارة الأخبار اللي كان قبل ثورة 25 يناير، واعترض على نص كلمة من الحاجات اللي بيكتبها، واعترض على الفهامة، وكان كمان بيعترض على أفكار فلاح كفر الهندوة، ووصل بيه التجرؤ مش عايزين نوصف يعني أوصف، وصل بيه التجرؤ أنه بقى هو رئيس التحرير ده، وهو اللي بيكتب أفكار الكاريكاتير في فترة غياب أحمد رجب. فبقى هو اللي بيكتب. أنت بتتكلم عن رئيس التحرير اللي في بالي اللي أنا هو ده طشة الملوخية. أيوة هو طشة الملوخية بالظبط. لكن بس إياك تقول الاسم أرجوك، مفيش داعي إننا نجرح الناس، ما تقولش الاسم، طشة الملوخية كفاية أوي. كفاية جدا. لكن أحمد رجب حينما عاد عاد مكرما، معززا مكرما، وقيل عنه من ياسر رزق أنه فعلا ثروة أخبار اليوم، ورجع نص كلمة بعد ما كانت في صفحة 2 وفي أخبار اليوم بدأت نص كلمة بتتنشر جنب اسم جنب لوجو الأخبار جنب العنوان، يعني أصبح مكرم في جريدته التي يعني ربما بعض الناس اللي عاملين فيها حاولوا إهانته فيها. من 68 لغاية دلوقتي أستاذ محمد كانت نص كلمة مستمرة، ولو تقرا وتراجع نص كلمه اللي كتبها احمد رجب في حرب اكتوبر 73 مهاجما اسرائيل ومهاجما وفي غايه الفرح للانتصار المصري العربي العظيم، هتعرف ليه ربما كمان كان حرص الرئاسه المصريه ان هي تنعي كاتب، وقلما نعت رئاسه كاتب الحقيقه في اكثر فترات رسوخ حضور نظام مبارك. كانت يعني كان نظام مبارك عامل زي المعبد الروماني كده، راسخ شديد الرسوخ. ما كان من أكثر الناس اللي في صحيفة يعني قومية مملوكة للدولة بشكل أو بآخر اللي بيهاجم النظام ده كان أحمد رجب. كان أحمد رجب. شايف مصطفى حسين، الناس بتنسى الحكاية دي لأنه احنا كل يوم بننسى سبت بسرعة. كان فلاح كفر الهندوة الوجبة السبتة لأحمد رجب. أستاذ عمر، أستاذ عمر طاهر. أيوه مساء الخير. جميل. مساء الخير محمد. مساء الخير دكتور محمد. الحقيقه استاذ عمر، انا لما اكلم حضرتك في يوم رحيل احمد رجب، ما يعني اقول لك عظم الله اجرك والبقيه في حياتك وانا ببتسم. والحقيقه يبدو ان هو ده احمد رجب، انك تقول الله يرحمه وانت بتبتسم. انت في تصورك تاثير احمد رجب على موجه الكتاب اللي احنا بنقرا لهم دلوقتي اللي هم على الساحه، تاثيره من اي نوع؟ طب اولا القائل ده طبعا، واستاذ احمد رجب بتاثيره ما كانش ليه علاقه بالتاثير على الكتاب اللي هم اللي بيكتبوا الكتابه الساخره بس. يعني استاذ احمد رجب كان ليه طريقه القائمه على الاختزال والتكثيف الشديد وانه التعبير عن الحاجات في اقل حروف ممكنه. يعني اعتقد ان احمد رجب هو اللي دخل، هو اللي اخترع تويتر قبل ما تويتر يظهر. الفكره دي مش انت بس اللي بتقولها، ده الدكتور خالد منتصر قالها كمان في تغريده وفي مقال. اتفضل. تمام. هي مش اكتشاف بس. هو فكره التكثيف الشديد، نقول الحاجات في سطر وسطرين ونص، ده راجل اخترع طريقه في التعبير بالطريقه دي. اعتقد ان هي اثرت في اي حد مسك ورقه وقلم، في انه ازاي يبقى عنده القدره على عرض افكاره في اكثر الاشكال رشاقه وسرعه وايجازا ووصول الى الهدف مباشره. كان يقدر في تصورك ان هو يبقى امن اكثر ويقي نفسه شر شتائم فظيعه يمكن حتى الان وقد رحل الى بارئه بتنال منه،
شتائم أليمة جدا. لو أنه أدار ظهره للسياسة يا أستاذ عمر، اتكلم في الاجتماع واتكلم في السلوكيات، كان يقدر يعمل ده ولا إيه؟ والله هي السياسة يعني فخ تقريبا ما فيش حد في جمهورية مصر العربية نجي منه، ما فيش أي حد نجي منه، كل واحد كان عنده وجهة نظر بطريقة ما، أو رؤيته للحق كان فيها صيغة ما، أو رؤيته للثورة كان ليها صيغة ما، أو للشرعية ليها صيغة ما، كل واحد كان ليه طريقة، وكل واحد ما فيش حد فينا أعتقد إن هو كان يعني معاه وجهة نظر السليمة الصحيحة لحد الآخر. كله اجتهد وكله قدم وجهة نظر، وفي اللي أخطأ وفي اللي أصاب، وفي اللي كان بيقول الحاجة ناقصة، وفي اللي بيقول الحاجات طلعت بعد فترة أصح بعد ما هاجمناه. فقصدي هو ما كانش يقدر يدي ظهره للسياسة في الفترة دي، عمر مصر البواب اللي في الشارع ما اداش ظهره للسياسة، ما بالك بأحمد رجب، ما كانش يقدر يعمل كده بالشكل اللي هو عامله لنفسه بقاله عشرات السنين، بالقضايا المهتم بيها، بالكاركترات اللي خلقها، بانه وصل لدرجه ان هو شخص في فتره ايام ما كان في عهد مبارك اللي بيقدروا يهاجموا نظام مبارك يتعدوا على الصوابع، كان هو واحد منهم في جرنان قومي، وده اوبشن مش متاح لاي حد، يعني كان طيب. من جرنان معارض علشان لا ده جرنان، ده جرنان اللي هو في صلب الدوله، يعني جرنان مؤسسه اخبار اليوم. انا عايز اسال حضرتك واسال كمان الدكتور محمد فتحي نفس السؤال، كام ارجباني في مصر دلوقتي؟ كام؟ والله ده عايز مصلحه التعداد والاحصاء، بس في ارجبانيه، يعني احنا نقدر نقول انه اللي خلف ما ماتش انه احمد رجب في ارجبانيه وراه. لا طبعا ما وراه، طبعا وراه ناس كتير اجيال ورا بعضها، يعني كله استفاد من تجربه احمد رجب، ما يعني ما يتعدوش، يعني ما انا متاكد ان اي حد بيشتغل في الكتابة في ال 25 30 سنة اللي فاتوا تأثر بأسلوب محمد رجب، حتى لو كان بيكتب، حتى لو كان أحمد السيد النجار بيكتب في الاقتصاد، أكيد تأثر بفكرة إن إزاي تبقى شخص كاتب شاطر لدرجة إنك أنت تكسر الفكرة بتاعتك وتعرضها بهذا اليسر والإيجاز، فما فيش حد ليه علاقة بالورقة والكتابة وما تعلمش منه، لازم يكون تعلم منه. كلنا تأرجبنا، متشكر جدا يا أستاذ عمر. حتى لو ما كانش أرجباني صريح، يعني ما كانش أرجباني صريح شرعي زي ما بيقول الكتاب، أكيد سايب أثر عنده، ده طبيعي يعني. شكر جدا أستاذ عمر طاهر الكاتب المصري المرموق، اللي كمان لما نقول عليه ساخر، الحقيقة حكاية ساخر دي سجن أحيانا يا دكتور. صحيح. يعني بتزنق الناس كده في زاوية. عمر طاهر كمان بالمناسبة شاعر، وعمر طاهر كاتب لا يشق له غبار، ويعني اختزال الناس أحيانا في فكرة الكتابة الساخرة فعلا زي ما حضرتك بتقول ممكن تبقى سجن. صحيح. وممكن تبقى أحيانا تهمة في بلد يتعامل مع السخرية وكأنه أرجوز مع الكاتب الساخر وكأنه مونولوجيست بالظبط، وكأنه طالع يقول نكتة، فإن ما تحكش فيبقى دوت مش أدب ساخر. وتصدق أنه الغموض اللي كان أحمد رجب بيحيط نفسه بيه يمكن يكون رد فعل على الطريقة دي، يعني هو مش عايز يبتذل نفسه، مش عايز يبتذل نفسه بعلاقات وظهور، لأن الناس متصورة أنه أرجوز، أنه هيبقى يعني هيطلع يضحكهم يقول وارد نكتة. جدا وارد يعني جدا. ربما أنا عندي سؤالين أرجو الإجابة تكون سريعة، الوقت جدا خلص. طاوع علينا دلوقتي. السؤال الأولاني، الكتاب اللي أنت هترجع له احتفاء بهذه المناسبة الجليلة من كتب أحمد رجب هو إيه؟ وده يرجعنا الكلام اللي كنا بنقوله وإحنا بنعد للحلقة لعلمك، اللي هو إحنا لازم نعطي الناس أمثلة لكتب نوصي بها. صحيح. إيه الكتاب اللي أنت هترجع له والناس يرجعوا له فوراً ودون تردد؟ كتاب صور مقلوبة. وكتاب صور مقلوبة بيقدم صور، هو بيقول لك ما تعدلهاش، خليها مقلوبة كده زي ما هي عشان تعرف تستمتع بيها. طيب ده السؤال الأول، ده كتاب مهم. السؤال الثاني، أنت في الأول قلت أنه عدد الكتاب الساخرين، برضو الساخرين ده بين قوسين يعني في مصر قليل، يعني مواش كتير، لكن أنا بكلمك عن تأثير أحمد رجب. تقدر تبص في الساحة كده وتقول إنه في تأثيره موجود وحاضر وبيفرز ولا إيه؟ طبعاً تأثيره موجود، لكن أحمد رجب حالة استثنائية. يعني في ناس كده، يعني جلال عامر حالة استثنائية لن تتكرر، أحمد رجب حالة استثنائية لن تتكرر، محمد عفيفي حالة استثنائية لن تتكرر، محمود السعداني. أنت جربت إيدك في نص كلمة؟ أفندم؟ جربت إيدك في نص كلمة؟ على النمط الرجبي. النمط الرجبي اي حد هيقلده هيتعرف الاصل من التقليد.
وهي دي الفكرة، إن أحمد رجب قدم الأصل، وبالتالي كل اللي هيجي بعده في هذه في السكة دي تحديدا هيبقى تقليد. وفي ناس جربت، في ناس حاولت، يعني في ناس كانت بتكتب تلات أرباع كلمة وكلمتين وبس، ويعني في حاجات كده كانت بتكتب في محاولة تقليد أحمد رجب، لكن بقي أحمد رجب وذهب التقليد. يا دكتور أنا متشكر جدا. أنا شاكر لحضرتك جدا. وعايز أقول لحضرتك إنه في تصوري المتواضع إنه نتذكر أحمد رجب بأن نبتسم، شوف حاجة مدهشة جدا. صحيح. وده واحد من القلائل في الدنيا اللي حين يرحلون إلى بارئهم يتركون لنا ابتسامة، شايف؟ صحيح. تتذكروا وتبتسم. لكن أنا أرجعكم لبداية الحلقة، ويمكن يتفق معي دكتور محمد فتحي، محمد رجب أعمق، أحمد رجب أعمق بكثير جدا من محض ابتسامة. أحمد رجب أستاذ من أساتذة الحث على التفكير النقدي، إنك ما تخليش الحاجات تعدي وتسكن مخك من غير ما تفكر فيها الأول وتشوف معقولة ولا مش معقولة، ورمش عين الحبيبة مش ممكن يفرش على فدان. بعد الفاصل طبعا انا متشكر جدا يا دكتور، جدا انت نورتنا دكتور محمد فتحي. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام هنروح لموضوع يشغل المصريين جميعا، يشغلهم اللي تعرضوا او الذين لم يتعرضوا ويخافون من التعرض لعملية نصب او احتيال. وخلال السنوات الثلاثة الماضية، وربما يكون ده يعني مجرد مخاوف هي اللي بتتكلم، يعني لسان الخوف هو اللي بيتكلم، انه في انتشار هائل لهذه العمليات في اراضي القطر المصري لعمليات النصب والاحتيال. لكن انا عايز احذركم انه احيانا الواحد لما يبقى خايف بيشوف النملة فيل احيانا، فهل ده خوف ولا ده صحيح؟ هل وزارة الداخلية المصرية تعافت تماما في هذا القطاع؟ احنا كنا شاطرين خالص جنائيا خالص، الوزارة خدت صدمة وصدمتين ورا بعض، معرفش شفيت ونسبة شفائها قد ايه. اظن الدكتور محمد فتحي يقول لي اهو احنا هنفتح تليفونات للناس ان شاء الله، والناس تتصل وتقول تجاربها. ومعانا سعادة العميد عصام فتحي، وهو وكيل المباحث الجنائية بمديرية امن الجيزة، رئيس قطاع مكافحة جرائم المال. على كل حال هو هيشرفنا دلوقتي وهو يقول هو ايه تحديدا. هو رجل شرطي مرموق ومعاه دكتوراه في العلوم الشرطية، وهو يقول لنا ويسمع كلام الناس ويرد عليه بعد الفاصل.